فرصة انها وحدها وما عندها حتى شركة نفس فيها، ربما شركة تصل لخطوط داخلية فقط، لكن راهي وحدها في الميدان وما قدرش تقاوم، لانه شيء منطقي. اي خبير اقتصادي لما تعطيه الحالة نتاع الخطوط الجوية الجزائرية يقول لك حالة ميؤوس منها، لانه انت عندك 10000 عامل، 10000 عامل هذو على الاقل اليوم يعني باش تكون 10000 عامل مقابل 56 طائرة، يعني غير معقول، راهي شيء شيء كثير. شيء يقول شيء. انه هذا 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 العدد، اسمح لي نعم. والامر الثاني انه اليوم لما نتكلموا كل الحقيقه، التوظيف الخطوط الجويه كانت قبل توظيف محاباه وتوظيف سياسي، وكان كثير يعني ربما الجانب هذا اللي اثر في الخطوط الجويه. اذا هذا الارث هذا وعلاه اليوم تتحمله الخزينه العموميه وعلاه يتحمل المواطن الجزائري؟ اذا البديل ولا الحل الحقيقي، لانه كل الخبراء لو نجيبوا خبراء نديروا خبره للخطوط الجويه نلقاوها باللي باش تعاود انك تحييها وتعاود انها نعم. تعطيها تقويم اخر، تاس ربما شركتين او ثلاثه اخرى نعم. وبالتالي نعتقد انه هذه الحلول المؤلمه وهذه معروفه. احنا رانا نتكلموا على الجزائر الجديده، اذا نتكلموا على الجزائر الجديده لازم تكون هناك واضح حلول سيدي. مؤلمه واضح واضح. اسمح لي بالامس، لانه الوقت يداهمنا نقطه برك. بالامس في مجال الاستيراد قمنا بحلول مؤلمه اللي خلص عليها المواطن. اليوم المواطن راه يدفع الفاتوره اذا كان قدرنا نستخدموا الحلول المؤلمه في هذا الجانب.